عندك مواهب وقدرات راك حاسة انها تقدر تخليك صانع محتوى مميز وما على بالكش منين تبدا خطوتك الاولى؟ الجواب على كل اسئلتك تلقاه في هذا الفيديو، فتابعوا للاخير. مرحبا بكم، معكم رياض بن عمر في برنامج فليكسي تك. يا ريت في البدايه تعملوا لايك على الفيديو، متابعه للقناه، وتفعلوا زر الجرس هكا باش توصلكم كل الفيديوهات اللي ممكن انكم تستفادوا منها. في حلقه اليوم راح نقدم لكم 6 نصائح راح تفيد كل صناع المحتوى الجدد. اولا، الاختيار الدقيق للمجال اللي راح تصنع فيه محتوى. الشيء الأكيد هو أنه كل واحد فينا يعرف روحه، يعرف الإمكانيات تاعه، يعرف المجالات اللي عنده ثقافة وخبرات كبيرة فيها، ومن هذا المنطلق لازم كل صانع محتوى يختار المجال دياله. فمثلا شاب رياضي محترف يقدر يصنع محتوى تعليمي للرياضة اللي مارسها، أستاذ في الرياضيات يقدر يصنع محتوى تعليمي للدروس اللي يقدمها، لأنه بكل صراحة وبكل بساطة ما كانش إنسان ما عندوش ثقافة وخلفية في مجال ما ويروح يدير محتوى فيه. وأهم حاجة في هذه النقطة هي أنه عمرك ما تقول أنه المجال هذا فيه بزاف صناع محتوى، ولو كان أنا تاني ندير محتوى في هذا المجال أكيد راح نبان أني راني نقلد فيهم. بالعكس، محتوى كنت يعكس شخصيتك وأسلوبك أنت والكاريزما تاعك وطريقة تقديمك هما اللي يخلوك تتميز عن بقية صناع المحتوى. فمثلا لما ينزل هاتف جديد للسوق ما نكتفيوش بمشاهدة فيديو واحد على ريفيو هذا الهاتف، تلقانا نشوفه أكثر من 10 فيديوهات، ومن هذا نكتشفوا أنه مكانك أنت كصانع محتوى مضمون في مجالك، وبصمتك أكيد هي اللي راح تصرع الفارق. ثانيا، الثقة بالنفس والعمل على تطويرها وتدقيفها في المجال اللي راك حاب تصنع محتوى فيه. الثقة بالنفس هي أمر ضروري لكل صانع محتوى، ومن بين أهم الأشياء في البداية هو أنه لازم تكون إيجابي وتبتعد عن كل الأفكار السلبية. فمثلا ما تخممش في البداية وتقول هل راح يكون عندي قبول، هل راح يحبوني الناس، ولو كان تجيني تعليقات سلبية كيفاش ندير. وأهم شيء في هاد النقطة هو عدم الاستسلام للإحباط في البداية بسبب نقص عدد المشاهدات، وهنا لازم تكون صبور ومستمر في عملك، لأنه بصراحة ماشي من أول فيديو تنزله على قناتك ترقد وتنود، غدو من داك تلقى ألاف المتابعين وتلقى ملايين المشاهدات. دير المحتوى تاعك واصبر عليه واستمر حتى تكسب ثقة المشاهدين في محتواك ويبدأوا يتعودوا عليه ويستناوا جديدك. ثالثا، لا تنتظر المعدات المحترفة اللازمة للبداية في صناعة محتواك. عادة صناع المحتوى الجدد يستناوا فترة كبيرة من أجل اقتناء كاميرا ومايكروفون وإضاءة للبداية، وهذا أكبر خطأ يقع فيه، لأن المعدات اللازمة غالية نوعا ما واقتناءها يتطلب وقت كبير على حسب إمكانيات كل واحد. الحل سهل، أبسط هاتف سمارتفون في وقتنا الحالي هو أحسن بمئة مرة من الكاميرا اللي بديت بها أنا التصوير أيام الجامعة في سنة 2011، واللي كانت هدية من الوالدة تاعي لنوجه لها تحية ونعتبرها مفتاح لمسيرتي المتواضعة اللي وصلت لها لحد الآن. فبالهاتف تاعك تقدر تصور تصوير احترافي وتدير مونتاج احترافي وتقدم المحتوى تاعك بطريقة عادية. رابعا، لا تصور أبدا وانت نعسان ولا تعبان، وتجنب الخمول أمام الكاميرا. الشيء اللي لازم يحطه كل صانع محتوى في باله هو أنه راه يقدم في رسائل هادفة، ولازم تكون بأسلوب يحفز المتابعين على المشاهدة. فمثلا ما نقدرش نقول مس الخير عليكم يا ناس، اليوم جيتكم باش ندير لكم ريفيو على هذا الهاتف الجديد اللي نزل مؤخرا الى السوق، وكأنه راح نعلن خبر نهاية العالم. فباختصار شديد، لازم صانع المحتوى يقابل المتابعين دياله بابتسامة وبنشاط يتماشى مع المحتوى دياله. خامسا، تجنب إدراج فيديوهات عليها حقوق الطبع والنشر. لازم يفهم كل صناع المحتوى أنه جميع مواقع التواصل الاجتماعي تمنع منعا باتا إدراج فيديوهات وموسيقى لصناع محتوى آخرين وتعتبرها سرقة، ومشي هذا برك، فهي تقوم ببعث إنذار لقناتك. وشي اللي لازم تعرفه هو أنه بعد 3 إنذارات توصلك بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر يتم الغلق الفوري للقناة. فصناع المحتوى الجدد إذا حبوا يدرجوا موسيقى لمحتواهم مثلا يقدروا يحملوا موسيقى مجانية من مكتبة اليوتيوب للموسيقى، واللي تقدروا تختاروا منها المقاطع والنوع اللي يتماشى مع موضوعكم. سادسا، ركز اهتمامك على ما بعد رفع الفيديو أو ما يسمى بالـ SEO.
حتى لو كان المحتوى تاعك رائع وقيم، إلا أنه سر نجاحه يكمن فيما بعد رفع الفيديو، والاهتمام هنا راح يكون في الصورة اللي راح نحطوها كغلاف للفيديو، وعنوان الفيديو اللي لازم تكون عنده علاقة مباشرة مع الموضوع ويكون لافت للانتباه. وأهم حاجة ما لازمش ننساوها هي إدراج الهاشتاجات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش تمكن محتواك من الوصول إلى أكبر عدد من المتابعين المهتمين بموضوعك. في الختام أقول لكم أنه صحيح في الماضي كانت فرص النجاح ضئيلة جدا، وباش يوصل الواحد كان لازم عليه يبحث عن كذا طريقة توصله للتلفزيون، ولكن اليوم النجاح صار بين يديك. من الهاتف ديالك تقدر تبرز موهبتك، وتقدر تنجح وتغير حياتك وتساهم بشكل كبير في تغيير نمط حياة متابعيك. إذا عجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك باش يستفاد الجميع، وما تنساوش تخليوا تعليقاتكم وأسئلتكم أسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلكم كل حلقات فليكسي تك. سلام.